تظللهم نخل باسقات وهم يقبلون مع ساعة الصباح الأولى إلى هبطة السرور ليشهدوا سوق العيد الذي يسبق حلول عيد الأضحى المبارك. إنه المشهد الذي يحمل تفاصيل الفرح والبهجة ويسطر حركة تجارية نشطة لتبضع مستلزمات العيد في قرية سرور بولاية سمائل في محافظة الداخلية. اليوم حلقة سرور من الحلق القوية الموجودة معانا اللي الناس تحرص أن تكون موجودة في هذا المكان، يعني في الفترة هذه حراك جميل جدا. الأطفال ما شاء الله يعني سوقهم الشرائي جميل، وأيضا هناك بالنسبة لسوق الحيواني اللي هو الأضاحي أيضا نفس الشيء، في سوق جميل جدا وفي حراك نفس الشيء، يعني نشوف ما شاء الله ناس تشتري وناس تبيع. انتشر الباعة في يوم قائض تحت بساتين النخيل في مشهد عفوي يحمل أجمل تفاصيل البساطة، فيما جلب مربو المواشي أضاحي العيد لعرضها على المشترين الذين يدفعون الثمن المطلوب في جو اجتماعي يحمل المودة والألفة بين أفراد المجتمع. هبطة السرور تحديدا في السادس من ذو الحجة كل عام، ويتميز فيها يعني نزول الحيوانات اللي هي المواشي للأضاحي، عندك ألعاب الأطفال، حلويات، الملابس، الكماليات بأنواعها. بالنسبة للكمية حقيقة كمية الأغنام كانت كثيرة، أما بالأبقار يعني عدد بسيط. السعر حقيقة غالي كثير وغالي جدا، يعني وصلت إلى 250 للرأس الواحد. فرح الأطفال وابتهاجهم بقرب العيد يملأ فضاءات المكان، ويتجولون بين بائعي الهدايا والألعاب والمكسرات، ويسارعون إلى تحقيق شغفهم في يوم الهبطة بشراء ما يدخل السرور على أنفسهم. هبطة السرور جميلة جدا ومناسبة لجميع الأطفال كقضاء شراء الحلويات والألعاب للأطفال. إنها هبطة سرور إذن التي ينتظرها روادها بشغف، هبطة فيها الكثير من دلالات الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وإن كانت تقام في يوم واحد. في يوم السادس من ذي الحجة من كل عام يحرص أهالي سرور على استمرارية إحياء هبطة العيد التي تمثل موروثا ثقافيا يعبر عن البهجة والسرور بمقدم عيد الأضحى المبارك. سعيد بن الذيب الهنائي من هبطة سرور بولاية سمائل محافظة الداخلية.